طلاب الصف الأول إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اسمها عاطف، مدرسة الدراسات الاجتماعية، وهنبدأ مع بعض نتكلم على أول درس عندنا، وهو درس اسمه ظواهر كونية. الجغرافيا الترم ده عامة بتتكلم عن الفضاء وعن الكواكب وعن النجوم وشكل الأرض هيبقى عامل إزاي، وإيه أبعادها، طولها، عرضها، قطرها عامل إزاي، إزاي بيجي الليل وإزاي بيجي النهار، طيب إزاي بتيجي الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والخريف والربيع، إيه هي، إزاي الأرض أصلاً اتكون عليها جبال وهضاب، وإزاي بقى فيها جزء من المية، إزاي الكلام ده اتكون، وإيه هي أشهر الجبال اللي موجودة عندنا، وإزاي نشأت القارات، وكل الحاجات دي بشكل ممتع هناخدها إن شاء الله مع بعض أونلاين. طيب، فأول درس عندنا بيتكلم عن ظواهر كونية. يعني الظواهر الكونية هي الأشكال والحاجات اللي احنا بنشوفها في الكون. احنا نتخيل دلوقتي مع بعض نفسنا ان احنا راكبين سوا في مركبة فضائية وطالعين الفضاء، مشينا مسافة كبيرة قوي 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 عشان نشوف اكبر حاجة، ومنها نتنقل على حاجة اصغر شوية باصغر شوية باصغر لحد الكوكب اللي احنا عايشين عليه. اول حاجة لما نطلع الفضاء وهنبعد مسافة كبيرة جدا جدا، هنشوف حاجة اسمها مجرات. ايه شكل المجرات ده؟ يعني ايه مجرة؟ دي عبارة عن ملايين من النجوم متجمعين مع بعض، كتير قوي كده موجودين جنب بعض وبيبقوا واخدين أشكال مختلفة. ده معنى المجرة. نقول تاني، ايه هي المجرات؟ لو سألني ما المقصود بالمجرة، يعني ايه أصلا مجرة، بقول له هي تجمعات من النجوم، يعني مجموعة من النجوم متجمعين مع بعض بشكل واحد. طيب، هل المجرات كلها قد بعض؟ لا، في مجرة ممكن تبقى صغيرة أو كبيرة. طب هل كلهم شكل واحد؟ لا، برضو فيهم أشكال مختلفة. تعالوا ناخد الكلام ده مع بعض. يبقى زي ما احنا قلنا، هي المجرات هي تجمعات من النجوم. هل النجوم المجرات دي زي بعض؟ لا خالص، المجرات دي مختلفة في الحجم وفي الشكل وكمان في النوع. طيب أشكالها عاملة إزاي؟ هل ليها شكل ثابت؟ لا، احنا عندنا 3 أشكال من المجرات. يا إما مجرة حلزونية بالشكل ده، النجوم كلها بتبقى مرصوصة على شكل حلزوني زي أول صورة هنا، يا إما المجرات بيبقى شكلها بيضاوي، كل النجوم بتبقى مرصوصة في شكل بيضاوي دورية كده، يا إما بيبقى النجوم موجودة ومتجمعة بشكل غير منتظم غير محدد، فبنسميها مجرات غير منتظمة. يبقى إحنا عندنا 3 أنواع من المجرات: مجرة حلزونية، ومجرة بيضاوية، ومجرة غير منتظمة. ايه هي اصلا المجرات؟ هي تجمعات كبيره من النجوم مختلفه في الشكل والحجم وفي الالوان. طيب تفتكروا احنا المجره بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها، اللي بينتمي ليها المجموعه الشمسيه وكوكب الارض بتاعنا، اي نوع في الثلاثه دول؟ برافو عليكم، فعلا المجره اللي احنا عايشين عليها هي مجره من النوع الحلزوني، شكلها حلزوني، النجوم فيها مرصوصه واخده الشكل الحلزوني. طيب هل المجرة بتاعتنا ليها اسم؟ اه ليها اسم. لو جينا بصينا على شكلها من فوق كده هنحس كأن حد ماسك كوباية لبن ورميها كده، فبنسميها الدرب اللبني. الدرب اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب، اللبن الواقع على الأرض. يبقى المجرة بتاعتنا ليها اسمين، أول اسم بنسميها الدرب اللبني لأنها بتشبه اللبن المسكوب، اللبن اللي واقع على الأرض، يا اما بنسميها تاني حاجة سكة التبانة. يعني ايه سكة التبانة؟ لان هي بتشبه حاجة اسمها التبن اللي مرمي على الطريق، لو جبنا شوية تبن كده ورميناه على الطريق ف يدينا شكل قريب من شكل مجراتنا، فعشان كده احنا سميناها اسمين، يا اما سكة التبانة لان هي بتشبه التبن المتساقط على الطريق، يا اما بنسميها الدرب اللبني لان هي بتشبه اللبن المسكوب. ده معنى المجرات. نقول تاني، ايه هي المجرات؟ هي تجمعات كبيرة من النجوم ومختلفة في الأشكال والأحجام وفي الأنواع. طيب عندنا كم نوع للمجرات؟ 3: بيضاوية وحلزونية وغير منتظمة. واحنا قلنا ان مجرتنا من النوع ايه؟ برافو عليكم، فعلا مجرتنا من النوع الحلزوني. وليها كم اسم؟ ليها اسمين: سكة التبانة عشان هي شبه التبن المتساقط على الطريق، والدرب اللبني لأن هي تشبه اللبن المسكوب. طيب لو جينا قلنا بما تفسر، سؤال بيقول بما تفسر، واحنا متفقين ان بما تفسر معناها ليه، لماذا تسمى مجراتنا باسم سكة التبانة؟ فهنقول له ايه؟ برافو عليكم، لان هي تشبه التبن المتساقط على الطريق.
طب لو قالوا تسمى مجرتنا بالدرب اللبني، برافو عليكم ممتازين، لان هي بتشبه اللبن المسكوب. بعد كده بنتكلم احنا، واحنا بنقول المجرات هي عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم. طب يعني ايه اصلا نجوم؟ ايه هو النجم؟ احنا لما بنيجي نبص في السماء بنلاقي حاجة منورة ونقول الله دي نجمة، يعني ايه اصلا نجم؟ النجم ده بيبقى عبارة عن جسم فضائي بيتكون من مواد غازية، غازات، والنجوم دي بتبقى أحجامها كبيرة قوي، لكن عشان هي بعيدة عننا فإحنا بنشوفها بشكل صغير، ومضيئة بتنور وملتهبة ومتوهجة، سخنة حرارتها عالية جدا. ده معنى النجوم. فإحنا النجوم بنقول عليها هي أجسام كبيرة الحجم، ده شكل نجم من النجوم، وهو نجم الشمس. هي أجسام كبيرة الحجم، مضيئة، منورة، وملتهبة ومتوهجة، هي دي اللي بتدينا الضوء والحرارة زي الشمس. طيب هل النجوم بتتكون من مواد صخرية يعني عبارة عن صخور؟ لا، النجم التركيب بتاعه بيتكون من مواد غازية، غازات، هو ده تركيب النجوم. طيب هل النجوم كلها برضو متشابهة؟ لا، مش كلها متشابهة. النجم ألوان، ممكن النجم يبقى لونه أزرق، ممكن نجم يبقى لونه أحمر. طب إيه الاختلاف؟ ليه في نجم لونه أزرق؟ أكتر النجوم بيبقى حرارة، أكتر نجم بيبقى حرارته عالية بيبقى لونه أزرق، أما اللي حرارته قليلة بيبقى لونه أحمر. زي بالظبط لو فتحنا عين البوتاجاز وإحنا بنساعد ماما، فأول حاجة لما هنلاقي النار اللي طالعة من العين نفسها بتبقى زرقاء، لأن هي دي أكتر حاجة حرارة، أكتر حتة حرارة هي الحتة اللي بيطلع منها النار، وبعد كده النار بتبدأ تحمر أول لما بتطلع لمسافة عالية بعد كده. ده بنفس النظام النجوم، عندنا النجوم اللي حرارتها عالية قوي بيبقى لونها أزرق، لكن اللي حرارتها أقل شوية بيبقى لونها أحمر. طبعا تفتكروا إيه هي أمثلة النجوم؟ النجم أقرب نجم للمجموعة الشمسية بتاعتنا هو الشمس، أقرب نجم للأرض هو الشمس، ده معنى النجوم. طيب هو إيه الفرق بين النجوم والكواكب؟ النجوم هي أجسام بتضيء وبتعطي الضوء والحرارة، أما الكواكب هي ما بتديش ضوء ولا حرارة، هي معتمة، معتمة يعني ما بتشعش ضوء ولا حرارة، ما عندهاش ولا ضوء ولا حرارة. طب إيه الأكبر، الكواكب ولا النجوم؟ طبعا النجوم هي اللي بتبقى أكبر، والكواكب بتبقى أصغر شوية من النجوم. طيب الكواكب دي بتجيب الضوء والحرارة بتاعتها منين؟ الكواكب يعني كوكب الأرض بتاعنا بياخد الضوء والحرارة منين؟ من الشمس، والشمس زي ما احنا اتفقنا هي نجم. طيب هل الشمس دي كبيرة ولا صغيرة؟ الشمس عندنا هي متوسطة الحجم، يعني هي لا كبيرة ولا صغيرة، ودرجة حرارتها كمان متوسطة، فاحنا هنلاقي لونها مائل شوية الاحمرار، مش أزرق يعني، مش حرارتها شديدة زي النجوم اللي بيبقى لونها أزرق. كده احنا اتكلمنا على المجرات واتكلمنا على النجوم، جه دورنا دلوقتي نتكلم على الكواكب. ايه هي الكواكب؟ الكواكب هي أجسام صغيرة نسبيا، نسبيا يعني أصغر شوية من النجوم. طيب هل الكواكب دي بتطلع ضوء أو حرارة؟ لا، هي معتمة. يعني إيه معتمة؟ يعني ما بتجيبش ضوء أو حرارة. طيب بتجيب الضوء والحرارة بتاعتها منين؟ من أقرب نجم حواليها. طيب إحنا الكواكب بتاعتنا أقرب نجم ليها هو الشمس، فبناخد الضوء والحرارة من الشمس. يبقى لو جينا نعرف الكواكب، لو جالي سؤال بيقول لي ما المقصود بالكواكب؟ أقول له هي أجسام صغيرة معتمة لا تشع ضوء ولا حرارة. طيب بتاخد الكواكب ضوءها وحرارتها منين؟ من أقرب نجم يدور حولها. اتفقنا؟ طيب هل الكواكب بتدور مع بعض إزاي؟ كلهم ورا بعض كده، ولا جنب بعض، ولا لاين، ولا بيدوروا مع بعض إزاي؟ لا، هي الكواكب بتدور في مسار محدد، في شكل بيضاوي كده، اسمها أفلاك، في مسارات أو أفلاك بيضاوية، في شكل بيضاوي زي اللي عندنا في الصورة ده. طب هل الشكل ده موجود في الحقيقة؟ الخطوط دي موجودة في الحقيقة والكواكب بتدور حواليها؟ لا، الحاجات دي مش موجودة في الحقيقة، دي رسمة بيرسمها العلماء علشان يبينوا لنا أكتر حركة الكواكب إزاي، لكن كل كوكب بيلف في شكل المدارات البيضاوية بشكل منتظم، وكل كوكب ليه مدار أو مسار
لوحده، يعني مفيش كوكب بيخبط في كوكب، مفيش كوكب بيمشي جنب كوكب، لا كل واحد بيدور في فلك خاص بيه. ده بالنسبة للكواكب. طبعا احنا عندنا من أمثلة الكواكب والكوكب اللي احنا عايشين عليه هو كوكب الأرض. بعد كده نتكلم على القمر، الأقمار. هي القمر منور ازاي؟ احنا بنبص في البلكونة كده ولما بنبص على القمر بنحس ان القمر بينور. هل القمر فعلا في الحقيقة بينور؟ لا، القمر للأسف هو مش بينور. القمر هو جسم معتم، جسم معتم. طب ازاي بيبان لنا منور؟ لانه هو بيعكس ضوء الشمس السقط عليه، بيعمل ريفليكشن لضوء الشمس فبينور لنا. زي مثلا لما حد بيكون مسلط مراية على ضوء، فالمراية بتعمل زي ظل كده او نور. هو ده الوظيفة بالضبط اللي بيعملها القمر، هو بيعكس ضوء الشمس. فعشان كده لما بنيجي نتكلم على القمر او بنعرف القمر او بنقول هو ايه، هو القمر هي اجسام اصغر من الكواكب. يعني أكبر حاجة هي المجرات، وبعدين النجوم هي جزء من المجرات، يعني إن المجرات فيها ملايين النجوم، وبعد كده الكواكب هي أصغر من النجوم، وبعد كده الأقمار وهي أصغر من الكواكب. الأقمار بقى هي أجسام معتمة، برضو معتمة مش بتنور زي الكواكب، أصغر كمان من الكواكب، وبترتبط بالكواكب بفعل الجاذبية. يعني إحنا عندنا القمر بتاعنا كوكب الأرض بيرتبط بكوكب الأرض عن طريق الجاذبية، والقمر بيدور حوالين الأرض. القمر، الأقمار عامة بتدور حوالين الكواكب، والكواكب بتدور حوالين الشمس. نقول تاني، يبقى القمر، الأقمار عامة بتدور حوالين الكواكب، والكواكب نفسها بتدور حوالين الشمس. اتفقنا؟ طيب لما يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر ليه يبدو لنا القمر مضيء؟ ليه احنا بنشوف القمر منور على الرغم من انه جسم معتم؟ مش احنا لسه واخدين ان هو معتم مش بينور؟ طب ازاي احنا شايفينه مضيء؟ لانه بيعمل ريفليكشن، لانه بيعكس ضوء الشمس السقط عليه، فعشان كده بيبدو لنا القمر مضيء. ده بالنسبة لجزء بسيط من الدرس بتاعنا. تعالوا نلعب لعبة ونشوف مين اكتر حد فاهم الدرس بتاعنا، او اكتر حد جمع شوية معلومات كتيرة من الدرس بتاعنا. بس قبل ما نلعب اللعبة تعالوا ناخد ريفيجن سريعة كده على اللي احنا قلناه. اول حاجة اتكلمنا عليها ان احنا واحنا طالعين في المركبة الفضائية طلعنا مسافة كبيرة جدا جدا، فخرجنا بره الكوكب بتاعنا والمجموعة الشمسية، وخرجنا أبعد أبعد بكتير لحد ما وصلنا لحاجة اسمها المجرات، وشفنا شكلها، وهي عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم ومختلفة في الشكل وفي الحجم وفي الأنواع. وقلنا عندنا 3 مجرات، يا إما بيبقى شكلها حلزوني، يا إما بيضاوي، يا إما غير منتظم. طب إحنا مجرتنا من النوع إيه؟ مجرتنا من النوع الحلزوني. طب ليها اسم؟ آه، ليها اسمين، سكة التبانة لأن هي بتشبه التبن المتساقط على الطريق، والضرب اللبني لأن هي بتشبه اللبن المسكوب. ده بالنسبة للمجرات. هندخل شوية بالمركبة الفضائية بتاعتنا، نشوف بقى النجوم وهي أجسام كبيرة الحجم مضيئة وملتهبة ومتوهجة، حرارتها عالية. يعني ممكن نقول أجسام كبيرة الحجم مضيئة ومتوهجة، يعني منورة بتشع ضوء وحرارة، بتدينا ضوء وحرارة. ومن أمثلة النجوم هو نجم الشمس اللي في المجموعة الشمسية بتاعتنا، ده من النجوم. طب هل النجوم كلها لون واحد؟ لا، احنا عندنا نجوم بيبقى لونها أزرق، ودي بتبقى حرارتها عالية قوي، والنجوم اللي لونها أحمر بتبقى الحرارة بتاعتها أقل شوية من النجوم اللي لونها أزرق. فعشان كده كمان النجوم بتختلف لونها حسب درجة الحرارة بتاعتها، لو حرارتها عالية زرقاء، لو حرارتها أقل لونها بيبقى أحمر. ده بالنسبة للنجوم. وبعد كده ننزل تحت شوية بنشوف الكواكب، ونقول إن الكواكب هي أجسام أصغر شوية من النجوم، وهي معتمة، لا بتشع ضوء ولا كمان حرارة، وبتاخد ضوءها وحرارتها من أقرب نجم بتدور حواليه زي نجم الشمس. بعد كده بنتكلم على الأقمار، وبنقول إن القمر كمان هو جسم معتم، ما بيشعش ضوء ولا حرارة، لكن بيعكس ضوء الشمس، يعني ريفليكشن لضوء الشمس اللي بيسقط عليه، عشان كده بيبان لنا القمر بشكل مضيء. طيب في الأول خالص الكواكب هي اللي بتدور حوالين النجوم، وبعد كده الأقمار بتدور حوالين الكواكب. تعالوا نشوف مع بعض الألعاب.
دي لعبة احنا المفروض ان احنا هنلف السهم ده، واول لما نلف السهم ده هنعرف هنختار اي سؤال في الاسئلة دي. يلا نلف مع بعض. كده السؤال رقم 4 باللون الأحمر، يبقى السؤال رقم 4 أحمر. لو دخلنا على السؤال ده هيجي لنا سؤال ضع علامة صح أو خطأ. تدور الأقمار حول الكواكب، يعني القمر بيدور حوالين الكواكب، صح ولا غلط يا سنة أولى؟ برافو عليك وسامعاكم وانتوا بتقولوا إجابة صحيحة. نرجع، يلا دور مين؟ السؤال اللي بعده. واحد باللون الأخضر، لو رحنا لواحد باللون الأخضر، ما المقصود بالمجرات؟ يعني إيه مجرة؟ برافو عليكم، هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع. برافو عليكم، شاطرين. نلعب كمان مرة. اللون الأصفر. ما المقصود بالنجوم؟ النجوم؟ برافو عليكم شاطرين، هي أجسام كبيرة الحجم تشع ضوء وحرارة وملتهبة ومتوهجة. برافو عليكم يا سنة أولى، هي أجسام كبيرة الحجم مضيئة ملتهبة متوهجة تشع ضوء وحرارة. لو مش عارفين نقول ملتهبة ومتوهجة مفيش أي مشكلة، هي أجسام كبيرة الحجم بتشع ضوء وحرارة، ده معنى النجوم. استمتعت جدا بالحصة معاكم وإن شاء الله أشوفكم مرة تانية. باي باي.